بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا مرحبا فيكم معنا وفقرتكم الصحية إن شاء الله وفي برنامج من عمان. طبعا إحنا كثير لنا شرف أن نشارك، ونتمنى بإذن الله هذه الفقرة الصحية إنها تنال على إعجابكم واستحسانكم. طبعا إخواني، طلب مني خاص، أتمنى أي ملاحظة أو أي اقتراح برجاء لا تتوانوا أن تخبرونا إياه، احنا باذن الله نوعدكم باذن الله انه كل اسبوع نناقش موضوع يهمنا جميعا ان شاء الله، ان احنا نتعرف عليه اكثر واكثر باسلوب ان شاء الله سلس، يعني ان شاء الله يا الله تستمتعوا فيه ان شاء الله. اخواني واخواتي، اليوم كبدايه اعذروني حتى لو ما عجبكم الاختيار، انا فكرت وقلت اختار لكم اليوم متلازمه داون. أنا على فكرة أمس كنت طالعة وشفت أحد من الأطفال، ويعني ما شاء الله، وفرحت لما شفت الأم وطريقة تعاملها مع هذا الطفل اللي عنده المتلازمة، طريقة الأسلوب الاعتماد على الذات، كيفية زرع الثقة بهذا الطفل. فحبيت بالفعل إن شاء الله اليوم نحن نناقش، وضيفنا الكريم الدكتور مسلم بن سعيد العريمي، طبيب اختصاصي أمراض جينات ووراثة المركز الوطني للوراثة التابع للمستشفى السلطاني. دكتور مسلم حياك الله معنا، وإن شاء الله اليوم أنا وإنت بإذن الله نحاول نوضح هذه المتلازمة إن شاء الله. أشكرك دكتورة وأشكر تلفزيون سلطنة عمان على هذه الاستضافة، ونتمنى إن شاء الله أننا نقدر نوصل الرسالة بشكل صحيح بإذن الله، وكل ما يتعلق بالمتلازمة قدها وقدود وبتوصل لأخي الكريم. طبعا ذكرت لك الحادث أو الانسيدنت اللي صار معايا، أو الحادث اللي صارت أمس، وشفت هذه الطفلة طبعا كان عمرها تقريبا 10 سنوات، وما شاء الله معتمدة على ذاتها في عملية أنه اللبس واستخدام الأدوات وغيرها وغيرها. خبرني، متلازمة داون بماذا يتميزون وكيف حدثت متلازمة داون؟ نعم، وحقيقة متلازمة داون تعتبر من أكثر الأمراض الوراثية شيوعا من المسبب للتأخر الذهني، والتأخر الذهني له أسباب عديدة، يتأتي من ذلك انخفاض في معدل الذكاء، وكذلك انخفاض في استخدام المدارك الحسية والتفاعل مع المجتمع عن طريق المستقبلات وكل ما يتعلق بذلك. فهي من أكثر الأسباب الوراثية شيوعا في سبب التأخر الذهني. حقيقة متلازمة داون يعني هي مسميت على اسم العالم جون داون اللي اكتشفها، اللي اكتشف أول حالة، لا يعني هو مجموعة صنف أول حالة، بالضبط مجموعة حالات لاحظ أنهم يتشابهوا في الأعراض وكذلك عندهم تأخر ذهني، فأطلق عليها متلازمة داون. هي لها أسباب عديدة، لكن نلخصها سريعا في 4 أسباب رئيسية. بارك الله فيك، مع ذكر المؤشرات الوقتية. نعم، هي تتلخص السبب الرئيسي والكبير اللي يشكل 95% من الأسباب، هو عبارة عن عدم انقسام الكروموسومات بشكل تلقائي وطبيعي، مما يؤدي إلى وجود كروموسوم زائد عن الحد الطبيعي، اللي هو احنا عندنا 46 كروموسوم يصبح معاهم 47 كروموسوم، وهذا الكروموسوم الزائد هو في الموقع 21. تمام، هذه الغالبية من الحالات. السبب الآخر ما يسمى بالكروموسوم الانتقالي، بمعنى أن جزء من الكروموسوم ينتقل إلى كروموسوم آخر فيؤدي إلى مضاعفة العدد 21، فبالتالي تظهر الأعراض. السبب الثالث هو النوع المزيك، بمعنى أن نصف الخلايا يكون فيها 21 زائد ونصف الخلايا يكون طبيعي. مؤخرا ومع تطور علم الجينات تم اكتشاف أن الجزيء الصغير هذا اللي موجود في كروموسوم 21، طبعا مش كروموسوم 21 كله الجينات اللي فيه تسبب أعراض داون، إنما في جزء بسيط موجود في المنطقة 22 منه، 22-11-22-13، وهذه طبعا تقسيمات الكروموسوم، إذا تضاعفت في نفس الكروموسوم العدد ثابت لكن تضاعفت كمية، وبالتالي هذا سبب حديث إلى أدي إلى إصابة بمتلازمة داون. بارك الله فيك، ناخذ المكالمة دكتور إن شاء الله وبعدين نرجع لحوارنا. السلام عليكم. وعليك السلام، حياك الله. الو، ايوه، السلام عليكم. مساء الخير. مساء النور، حياك الله اخي الكريم، تفضل. دكتوره كيف الحال؟ الحمد لله، الله يسلمك ويخليك ان شاء الله، حياك الله وضيفنا الكريم اليوم، وموضوعنا عن متلازمه داون. بس ممكن اذا اتكلم مع الدكتور؟ تفضل، يسمعك. دكتور أنا بس بغيت أستفسر عن ملازمة داون النوع الثاني اللي عندكم من المرض هذا الجيني إذا ممكن. عفوا ما سمعنا السؤال، الله يرضى عنك مرة ثانية.
أنا بس بغيت أستفسر عن البلازما الداون هذه والمرض الجيني اللي هو الفلاسيميا. دور الجينات. أيوة. واضح السؤال. تسلم أخي الكريم، شكرا جزيلا. شكرا. هو حقيقة اللي حاصل أن كلمة زيادة كروموسومات يعني جرعة أخرى من الجينات تزيد عن الحد الطبيعي، وبالتالي إنتاج البروتينات راح يتضاعف في كل خلية من خلايا الجسم، وهذا ما يميز متلازمة داون، أن الزيادة هذه موجودة في جميع خلايا الجسم. طبعاً زيادة الجينات هذه بقدر ما هي أدت إلى حدوث المرض إنما ساعدت في المتلازمة مش المرض. عفواً المتلازمة صحيح. ساعدت كذلك على إيجاد طرق أخرى للتجارب اللي تجري حالياً باسم العلاج الجيني. صحيح. فمن تحديد مجموعة جينات مسؤولة عن التأخر الذهني ومجموعة جينات مسؤولة عن سوء الانقسام الكروموسومي، التجارب العلاج الجيني قاعد تجري حاليا. صحيح. مثل أي مرض وراثي آخر، مستقبل الطب في هذا الاتجاه. بالضبط، هو الطب كله ينتقل الحين إلى عالم الوراثة حقيقة. بارك الله فيك. طيب أنا وقفتك دكتور. نعم. مسلم، وقلت لك مش مرض، متلازمة. نعم. خلينا نقول ليش إحنا نقول متلازمة. بالضبط. طبعا لغويا المتلازمة هي مجموعة صفات خلقية يجب أن تتلازم لكي يطلق على هذا على هذا الظاهرة المرضية حالة إنها بالضبط. متلازمة هي مثل بقية المتلازمات الوراثية. طبعا كلمة متلازمة في غالب الأمراض الوراثية بنفس التعريف. بالتالي أنا معك دكتور إن هي فعلا متلازمة وليست مرض، لأن المصاب بمتلازمة داون ما يعي بشيء على أنه يدمج في المجتمع مع توفير عدة خطوات ممكن نتحدث عنها منذ الولادة إلى حد ما يكون. أنا أريدك تركز على هذا الموضوع لكن بعد هذا التقرير البسيط. طيب. إخواني وأخواتي إن شاء الله فاصل قصير وتقرير بسيط ونرجع لكم. متلازمة داون هو اضطراب خلقي ينتج عن وجود كروموسوم زائد في خلايا الجسم، التثلث الصبغي رقم 21. وتعتبر متلازمة داون واحدة من الظواهر الناتجة عن خلل في الصبغيات أو الموروثات، وهو يسبب درجات متفاوتة من الإعاقة العقلية والاختلالات الجسدية. وتصيب متلازمة داون واحدا من كل 800 طفل، على الرغم من أن أكثر من نصف نسب الحمل المصابة بالتثلث الصبغي 21 لا تستمر، أي تقوم بعملية الإجهاض. حياكم الله أخواني وأخواتي. دكتور مسلم، قولي عن الأعراض، أعراض هذه المتلازمة. نعم، هو في مجموعة أعراض يجب أن تتلازم كي يطلق على هذا الشخص المصاب أن عنده المتلازمة المرضية داون. من أهمها الشكل الخارجي يتمثل في ضيق وانحراف في العينين. كذلك يتميز كذلك في الضغط على الأنف بحيث يكون الجانب العلوي أسفل، يكون في نزول لمستوى الأذنين عن المستوى الطبيعي، يكون في تسطح في خلفية الرأس. طبعا العارض الرئيسي هو ما يسمى بأن العضلات تكون يعني أقل حركة، ما يسمى بالهايبوتونيا أو عدم القدرة على تحريك العضلة بشكل دائم. طبعا من ضمن الصفات الرئيسية أن يكون هناك خط واحد فقط بدل خطين في الإيد، ما يسمى بالسيامين كريس. كذلك يكون عندي في توسع بين الأصبع القدم الكبير والأصبع اللي جنبه الصغير. هذه الصفات الخارجية. هل تظهر هذه الأعراض في نفس الوقت بعد الولادة؟ نعم. أم أنه في أعراض تؤجل لبعد ذلك؟ لا نعم، هذه الأعراض الخارجية. طبعا ما تكلمنا عن التعقيدات الداخلية. بما أن الزيادة في الكروموسوم تكون موجودة في جميع الخلايا، فكل عضو من أعضاء الطفل معرض أن يصاب بتعقيدة معينة. مثلا عن التعقيدات الكبيرة طبعا اللي تشكل نسبة 40% اللي هي موضوع القلب، أن يكون عندهم مثلا نوع من الفتحات الدائمة أو يكون معهم تبادل في الشرايين. كذلك الغدد يكون معهم انخفاض في إفراز الغدد الدرقية وانسداد في الأمعاء، وكذلك يعني بعض العيوب الخلقية في العظام. طبعا هذه الأشياء هي اللي خلتنا احنا نحط مثل ما تقولي جدول متكامل رعاية الطفل المتلازمة داون منذ الولادة إلى عمر 18 سنة. خبرنا عن هذا الجدول. طبعا هو
حقيقة احنا في المركز الوطني للصحة الوراثية طبعا هو متعلق بالتشخيص الكروموسومي الدقيق والتشخيص الجيني بشكل عام لجميع متلازمات جميع الأمراض الوراثية. بالنسبة لمتلازمة داون احنا فعلنا منذ فترة عيادة متلازمة داون. حلو. ما نقوم به في عيادة متلازمة داون هو تشخيص الحالة، لأن ذكرت لك دكتورة في نوع اللي هو النوع الثاني النوع الانتقالي. إذا حدث أن اكتشفنا النوع الانتقالي فيجب أن نفحص على الأب والأم، لأن احتماليات ولادة طفل آخر بمتلازمة داون تختلف من النوع الأول إلى النوع الثاني. فمثلا النوع الأول راح تكون 1% صحيح بعد ولادته، إذا كان في طفل ثاني في نفس النوع الأول بتكون 10%. لكن الكروموسوم الانتقالي نوعين، النوع إذا كان منتقل جزء من 21 إلى كروموسوم 14، إذا كان مسبب هذا وجدناه في الأم الاحتمالية 15%، يعني إذا وجدناه في الأب هي تكون 3%. أما في حالات جدا نادرة طبعا ما مرت علي في تاريخي حقيقة. ناخذ المكالمات إن شاء الله. السلام عليكم، حياك الله أخي محمد. حياك الله، اخباركم خير؟ الله يسلمك ويعافيك، حياك الله، تفضل. ما بطول عليكم بس لكم ادخل السؤال على طول. حياك الله. في احصائيه معينه اللي نعرفه انه الامهات الكبار في السن هن اللي اكثر عندهم اكثر فرصه اشوف. صحيح. هل في احصائيه في عمان مثلا عن اعمار الامهات او تسلم؟ ان شاء الله اخي الكريم اخ احمد، وان شاء الله بنوافيك بهذا الموضوع ان شاء الله. إذا دكتور ناخذ إجابة الأخ أحمد. نعم. أول شيء من عوامل الخطورة أن يكون عمر الزواج المرأة خاصة يكون أكبر من 5. هو حقيقة هذه يعني طرحت كحقيقة أن تقدم عمر الأم يشكل عامل كبير في عدم انفصال الكروموسومات، لكن المفاجئ أن من 80% من جميع الأمهات اللي عندهم أطفال متلازمة داون أقل من 35 سنة. صحيح. القضية ليست في عمر الأم. صحيح. إنما إحنا عندنا نوع من الانقسام الخلايا الجنسية ينقسم إلى جزئين. صحيح. جزء لما تكون يعني الطفل او الام هذه تكون بيبي او طفله في الرحم. صحيح. وتؤجل الى ان يتم عمليه البلوغ. صحيح. الفتره هذه من الرحم الى عمليه البلوغ فتره طويله تقريبا تمتد من 9 الى احيانا الى 14 سنه. صحيح. بالتالي قوه البروتينات في القيام والهيلثنس مالها والصحه مال الانقسام اللي بتساعد الانقسام هذا كلام قوي جدا ترى تضعف كثيرا. انا اتمنى كل واحده من الاخوات تسمع. ليس له علاقه مباشره، طبعا لا ننكر ان عمر الام وتاخر الزواج ممكن. صحيح. يكون سبب. صحيح. لكن اريد اوضح لجميع المشاهدين ليس له علاقه مباشره. صحيح. انما احنا حالات العظمى تقريبا، لكن من الملاحظات وجدوا انه اذا كان عمر المراه يعني من ضمن الحالات بالضبط اللي يكون الطفل عند المتلازمة لسبب هذه لتاجل الانقسام. بارك الله. احنا عندنا الطفل الذكر لما يحدث مع الانقسام هو في رحم امه يعني وليد يتوقف. صحيح. خلاص ينتهي. صحيح. لما تيجي مرحله البلوغ يواصل حياته بشكل طبيعي، بينما المراه لا او الانثى لا. صحيح. الانثى يحصل فريزنج او تجمد للانقسام. صحيح. لمده 11 سنه. صحيح. ولما تيجي تعاود مره ثانيه هناك تبقى الصعوبه. جمله بالنسبه لكيفيه الاهتمام فيها، هذول الاطفال الحلوين اللي ما شاء بالفعل الله يعني بالفعل ميولين فرحين دائما. من تجربتي الشخصيه حقيقه انا يعني شفت اكثر من حاله متلازمه داون، يعني انا حقيقه فوجئت. يعني عندي في العياده احنا عندنا في قسم الارشاد الجيني عندنا مثل السبوره كذا. صحيح. نخلي الاطفال يرسموا عليها ويكتبوا عليها، فابهرني بابداعها حقيقه. بارك الله فيك. وهو من النوع الاول كذلك، فمعناته نعطيهم الثقافه بالضبط. اللي حصل ان الاب والام جدا مهتمين بعمليه التعليم المبكر، واركز عليه كلش. التعليم المبكر ما يكون في مدرسه او مدرسه خاصه، لا يكون بدايه في البيت. صحيح. والاهتمام المعنوي. صحيح. وكذلك الاهتمام الحسي المعنوي. بالضبط. الثقافي. نعم. ونعطيه بعد الحريه في انه يتكلم. بالضبط. ومقارنه نفسه بالاطفال الثانيين يجب ان تكون تحت رقابه الاب والام كي لا يحس بتاخره واختلافه عنهم، وهذه راح تنعكس عليه سلبيا. بارك الله فيك دكتور، كلام جميل، وإن شاء الله أتمنى تكون رسالتنا وصلت بخصوص المتلازمة. نحبهم، نوقف معاهم، نعينهم بإذن الله أنهم يكونوا منتجين في المجتمع وليسوا عالة عليه. شكرا دكتور مسلم، شكرا على هالمقابلة الجميلة. بارك الله فيك أخواني وأخواتي، كانت أحلى وقت أننا قضيناه معكم، على أمل لقاء فيكم إن شاء الله وفقرة صحية جديدة الأسبوع القادم. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.